مساء الخير، النهاردة هنتعلم نعمل تشيلي اللحم المكسيكي. تعالوا نشوف المقادير. دول حوالي نص كيلو لحمة مفرومة وحوالي 350 جرام فاصوليا حمراء ناشفة. هي عبارة عن علبة 545 ملي لتر. أنا صفيتها وشطفتها بمية سخنة، وزنها بعد ما شطفتها وصفيتها 350 جرام. 400 جرام طماطم مسبكة أو اللي هي كراشت توميت أو طماطم عادية متسبكة، بصلة كبيرة متقطعة صغير، قرن فلفل شطة اللي هو الفلفل الأحمر، ممكن بداله الشطة الحمراء الناشفة العادية هتبقى معلقة صغيرة، فلفل أحمر طازة اللي هو السويت متقطع مكعبات صغيرة، دول تقريبا 150 جرام، ربع كوباية زيت أي نوع من أنواع الزيت، ده زيت الكانولا، ممكن زيت زيتون أو زيت ذرة أو أي نوع تاني، ملح حسب الرغبة، بقدونس هرشه في الآخر، فصين ثوم مدوقين ناعم، حوالي كوباية وربع مية. وبالنسبة للتوابل، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة ريحان، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة نسكافيه اللي هي القهوة، بس ما ينفعش القهوة التركي العادية، لازم نسكافيه عشان دي هتدينا لون في الآخر وطعم، معلقة صغيرة بابريكا. تعالوا نشوف ازاي هنبتدي. هبتدي الأول أجهز اللحمة أسويها. هحط الزيت وعلى نار عالية، أضيف البصل، وطبعا أشوحه خفيف كده مش قوي، وبعد كده أحط الثوم، أحط على البصل شوية ملح صغيرين، هو كده كفاية على البصل. أحط الثوم، أشوحه حاجة بسيطة كده، وأحط الفلفل وأحمره لمدة دقيقة، وبعد كده أحط اللحمة، أخلي بالي عشان ما تكلكعش، ممكن في الوقت ده أهدي النار شوية بعدين أعليها. أول ما تبتدي تفرفر كده أعلي النار وأحاول أشوحها لحد ما لونها يتغير، تتحمر حاجة بسيطة. اللحمة المفرومة اللي أنا بستخدمها تبقى إكسترا لين، يعني ما فيهاش دهن. هي كده تقريبا اللحمة اتشوحت. هحط الفلفل الرومي والتوابل كلها ومعلقة صغيرة ملح دلوقتي، بعد كده أدوق ملحها وأشوف. هقلبها شوية على نار عالية لحد ما الفلفل ده يدبل حاجة بسيطة. هي كده كفاية، أبعدها من على النار وابتدي أجهز الحلة اللي هسوي فيها. هحط فيها المية كوباية وربع، والصلصة كلها، واللحمة، استنى الاول تغلي وبعد كده ادوق الملح، لو محتاجة ملح ازود، وفي نفس الوقت لو عايزاها سبايسي اكتر ممكن ازود شوية شط، حاجة بسيطة. هي كده غليت وملحها حلو. هبتدي احط الفاصوليا، بس اول ما احط الفاصوليا هقلبها تقليبة واحدة بس، ما اقلبهاش كتير عشان قشر الفاصوليا ما يفصلش عن الفاصوليا نفسها. اول ما تغلي اهدي النار خالص على اقل درجة حرارة واغطيها واحط تحتيها شبكة واسيبها لمدة ساعة لحد ما تتخن كده. لو انا عايزاها خفيفة شوية ممكن ازود شوية مية. التشيلي استوى وخد تقريبا ساعة ونص على النار هادية قوي. هو الحقيقة كل مكوناته مستوية، بس لازم يتسبك مع بعضه كله، ياخد طعم واحد، طعم اللحمة وطعم الفاصوليا والفلفل، يستوي يبقى كله متجانس، وفي نفس الوقت يتقل شوية. في نص الوقت وهو بيستوي زودت له حوالي ربع كوباية مية. احنا ممكن ما نزودش، يعني ممكن اسيبه ادخن من كده. هرش عليه شوية بقدونس في الاخر، ويتقدم بالشكل ده، ممكن مع رز او بالعيش، بس حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.